الشهداء هم قادتنا المعنويين. هذه الاحترام والتبجيل لأن الشهداء هم قادتنا المعنويون. أيها الرفاق، لقد اعتادت الأنظمة القمعية الحاكمة على تكميم الأفواه وسجل الفكر وحجز حرية الثوار، لأنهم يعلمون كعلم اليقين أن هذا الفكر أو الرأي يزلزل عروشهم أو ينتقص من كيانهم. الوالدة شخصيتها قوية متحكمة، ترعرع البائد في ظل هذه التناقضات. الأب من عشيرة بيسكان، الأم من عشيرة كيكان، من تقاليد هذه العشيرة الموت على الفراش اعتبر من المرأة. تنتسب هذه العائلة إلى جدهم أوجلاء الذي كان فارس. موقف القائد تجاه المعامرة. في البداية كخطوة أولى اتخذ القائد موقفا كيف يكون فيه لائقا بالرفاق والأصدقاء والشعب من خلال اتخاذ مقاومة الرفاق السجون أساءً بالتواصل، ولكنه لا يمكن أن يكون علاقة كافية للثبات بالصمود. تشكلت لدي فكرة مفادها كيف لكم أن تضعوا ملايين الناس في غرفة ضيقة وبصفة قيادية من كل البعد عن الحقيقة. كانت النتائج دوما سلبية وحلولها احتكارية قصيرة المدى. أما البراديغما التي يعتمد عليها القائد في إعادة إحياء المجتمعات الأخلاقية والسياسية والتي تنبذ السلطوية في كامل الكون تتوازن الليل والنهار، الشمس والقمر، الأكسجين والكربون والكثير. لذلك فتحرر المرأة وتوازنها مع الرجل ضرورة للحياة الطبيعية والعادية. الرئيسي هو إجهاض عمليات السلام والقضاء على الفكرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومن خلال المؤامرة على القائد استطاعوا أن يسجنوه جسديا، ولكن لا يستطيعون سد أفكاره وفلسفته، ونحن نسير على فلسفته وأفكاره. من غاب ظاهرا فإن فكره وعلمه وفلسفته ونوره واصل إلى كل أصقاع العالم. نطالب بحق فك الحصار أو العزلة عن القائد عبد الله وجلال، لأن هذا عملنا هو جلال. نادى القائد عبد الله وجلال في كثير من مرافعاته بأن يكون الدين أو التدين وسطياً